في عناوين نشرة الليلة: سجال حزب الله الكتائب النيابي ينهيه رعد المجلس. أستميحكم عذراً اليوم وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب ذلك الكلام وشكراً. شكراً. السلم الأهلي بين الدبابة والبندقية. هلا المقاومة كانت وفية بدعمها لوصوله، ولكن هو وصل كمان بدعم القوات اللبنانية. تحقيقات حادث الجاهلية، القوى الأمنية براء منها. بده يخلص من الملف كبه على غيره. فضل الله يفرج عن أول الملفات، مستندات تودي برؤساء حكومات. في كارثة بالبلد في موضوع الحسابات، ولا أهول، لها علاقة بالتلاعب بالمستندات والتواريخ. وزراء خارجية عرب في جلسة عشق مع نتنياهو. وغزة عصية على الانفصال والانكسار. في فن الخبر بعيد الحب عميد العشاق مروان خوري، إن مصرنا ببيروت بنسهر بالشام. بعدك حلوة وصرت أحلى، شو هالصدفة ما في أحلى، وقلبي شوفك يا مستحيلة، قولي لي كيفك انت. في ترندز العدلية بين المحاميين بري وأسود. ثابت إني أنا محامي. أنا محامي مزبوط، بس أنا بنزل على العدلية. أنا بنزل. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.